مشاهدينا، وعن زيارة السيد الصدر وتعهده بإقالة محافظ النجف ينضم معنا مراسلنا في المحافظة أحمد الحسيني. مرحبا بك معنا. أحمد الصدر زار بلدية النجف وتعهد بإقالة المحافظ، ما الأسباب؟ نعم، شدد زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر أثناء زيارته المفاجئة لمبنى بلدية النجف على ضرورة الحاجة إلى وقف جادة لحل مشاكل الفساد في بلدية النجف. وفي معرض كلمته التي ألقاها أثناء لقائه مع جمع من المواطنين أن زيارته جاءت بعد وجود فساد مالي وإداري وتلفق في ومخالفات قانونية في هذه المؤسسة، وأبدأ استعداده لتلقي الشكاوي بما يخص الفساد في هذه المؤسسة وبما يخدم تطوير عملها. أيضا طالب الصدر أي شخص ممن لديه أدلة تثبت وجود ملفات فساد بأن يقوم بإرساله إلى مكتبه الخاص أو إليه مباشرة، وبدوره سيقوم بإيصاله إلى الجهات العليا في الدولة، وفي حال لم تقم تلك المؤسسات بواجبها ستتم محاسبة المراتب العليا حسب ما ذكر. طيب أحمد، نعم، يعني زيارة السيد الصدر هل هي بسبب الملفات التي وصلت إليه ولذلك قام بزيارة البلدية، أم بسبب ضغط المحتجين ووجودهم يعني تظاهراتهم؟ طبعا هذه الزيارة جاءت بعد استفحال الفساد المالي والإداري في دوائر عديدة أبرزها بلدية النجف، وعدم قدرة الحكومة المحلية السيطرة على تلك الملفات، وأيضا إفلاس البلدية وعدم قدرتها تقديم الخدمات وتعظيم وارداتها المالية، وكذلك عمليات البيع المشبوهة التي حصلت للأراضي التابعة للبلدية، واستخدام ملف الاستثمار لمصالح شخصية نمت من خلالها مافيات تتاجر بالمعاملات والأراضي والأموال العامة بشكل علني. وبعد موجة الاحتجاجات التي حدثت في الآونة الأخيرة للمطالبة بمحاسبة الفاسدين وحيتان الفساد الموجودين في محافظة النجف، وكذلك المقصرين وعلى رأسهم رأس الهرم التنفيذي في المحافظة وهو محافظ النجف الأشرف. طيب، بعد تعهد السيد الصدر بإقالة الياسري، هل ما زالت الاحتجاجات مستمرة؟ طبعا الاحتجاجات ما زالت مستمرة في محافظة النجف الأشرف، لكنها هدأت بعد تدخل بعض الوسطاء من التيار الصدري وكذلك ناشطين للمطالبة بإقالة المحافظ ومحاسبته من خلال القانون. أيضا قانونيون قالوا بأن إقالة المحافظ ستتم عبر طريقتين قانونيتين فقط بحسب رأيهم القانوني، بسبب عدم وجود مجلس النواب الحالي حاليا، وهي أما إدانته من قبل القضاء العراقي وإما تقديم استقالته مباشرة إلى رئيس الوزراء العراقي. وبغير هذه الطريقتين لا يمكن إقالة محافظ النجف الأشرف حاليا. أحمد الحسيني مراسلنا من النجف، شكرا لانضمامك معنا.